حل القادسية ضيفا ثقيلا على التضامن بالفروانية في الجولة العاشرة من دوري STC الممتاز، أدار المواجهة الحكم الدولي علي محمود. بداية اللقاء مشعل الشمري يسدد كرة ضعيفة تصل سهلة إلى خالد الرشيدي. عدي الدباق الوافد الجديد يسجل أول أهداف الأصفر بعد تلقي عرضية مثالية من عبدالله الظفيري. عيد الرشيدي يعرض كرة جميلة والمتألق عدي الدباغ أضاع الهدف الثاني. الحكم علي محمود يحتسب ضربة جزاء للغادسية بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، انبرى لها أحمد الظفيري سجل الهدف الثاني للغادسية لينتهي الشوط الأول بتفوق الضيوف بهدفين نظيفين. بداية الشوط الثاني عيد الرشيدي يسدد كرة سهلة تصل إلى حمد بدير. عبدالله ماوي كاد أن يسجل الهدف الثالث والمدافع عبدالله العتيبي أنقذ مرماه. هيرمان كواو حاول من رأسية ضعيفة تصل بأحضان خالد الرشيدي. أليكس داير يسجل هدف تقليص الفارق للتضامن بعد تلقيه عرضية جميلة من مهند الأنصاري. ليأتي البديل لوكاس ويقضي على أحلام التضامن بإحرازه ثالث الأهداف بتسديدة قوية سكنت الشباك. صالح الشيخ يمر الكرة على طبق من ذهب لعدي الصيفي الذي سددها بغرابة فوق المرمى. لتنتهي المباراة بفوز الغادسية بثلاث أهداف مقابل هدف. الحمد لله، اللهم لك الحمد على النقاط الثلاث، كانت نقاط مهمة. يمكن يعني احنا الآن في وضع ان ما نشوف نتائج الفرق الثانية. اذا فزنا في كل مباراتنا اتوقع ان راح نحسم الدوري، فاتوقع كل مباراة راح تكون يعني تشكل لنا مثابة مباراة كاس وتكون نفس النهائي. وتركيز اللاعبين ما شاء الله بالفترة الأخيرة كان تركيز عالي، حتى في التمرين باين عليهم كان تركيز، كان في شغل أيضا في التمرين وأثمر الشغل في التمرين هذا على الأداء اليوم. طبعا الأداء يعني يمكن في بعض الملاحظات عليه راح الكابتن بابلو مدرب الفريق راح يشوف مع اللاعبين. كان المهم اليوم الحمد لله الفوز ومواصلة الصدارة. عندنا مباراة مهمة الأسبوع الجاي مع العربي. العربي فريق كبير، فريق يعني قاعد مستوى اللي انا اشوفه في تصاعد دائما. فايز اليوم على السالميه موجود قريب من الصداره، العربي فايز عليه اليوم. احنا حصلنا المهم ثلاث نقاط والحمد لله على الاهم اللي هو الفوز، وان شاء الله الامور اللي قدام تكون افضل ان شاء الله. الاصفر يكرر فوزه على التضامن بالثلاثيه في افتتاح القسم الثاني لدورينا. الغادسية يواصل عروضها القوية ويتربع على صدارة دوري STC الممتاز ويرفع رصيده إلى 21 نقطة. فهد الصلال لبرنامج الديربي.